أعزائي المشاهدين مساء الخير وأهلا بيكم معانا في حلقة جديدة، لقاء جديد مع بيت العيلة بنستضيف من خلاله أسرة مصرية متميزة كالعادة. أسرتنا بنتعرف دايما على أفرادها وبنتعرف على دور كل واحد إيه في المجتمع، طموحاته إيه، بنشاركهم أفكارهم مشاكلهم. الأسر المصرية اللي بتساهم في بناء أمجاد هذا الوطن لا تنتهي، والحوار معاهم ممتد والمجال مفتوح، فتابعونا وهذه الحلقة الجديدة من بيت العيلة. يعد فن الباليه واحدا من أرقى الفنون والتي مارسها البشر عبر التاريخ، وكلمة باليه هي كلمة إيطالية الأصل تطلق على أشهر أنواع الرقص التعبيري والذي يؤدى على المسرح ترافقه الموسيقى في إطار من الإيماءات والمشاهد المسرحية. ولفظة باليه في اللغة الإيطالية تشير بالأساس إلى فعل الرقص. أما بدايات هذا الفن فقد كانت في عصر النهضة الأوروبي، حيث كانت تؤدى مشاهد الباليه في البلاط الإيطالي وفي قصور النبلاء لتسلية الضيوف. وعلى الرغم من السيطرة الإيطالية على تاريخ هذا الفن، إلا أنه قد تطور بمرور الوقت ليصبح فناً تتمتع به وتساهم في تطويره الإنسانية جمعاء، لتتحول راقصات الباليه إلى فراشات تتمتع بأكبر قدر من المرونة والسرعة والسيطرة والرشاقة. ويسمو فن الباليه بمشاعر المتلقي إلى أسمى أنواع التلقي المسرحي عبر كل حواسه. وبمرور الوقت ظهرت إلى الوجود مدارس جديدة في فن الباليه تنافس المدارس الإيطالية، لعل أهمها المدرسة الفرنسية والمدرسة الروسية. أعزائي المشاهدين مساء الخير، أهلا بيكم مرة تانية في بيت العيلة مع حلقة جديدة، أسرة جديدة، وكعادتنا لازم تكون أسرة متميزة. أسرتنا متميزة في لون من ألوان الفنون، تعتبر أرقى أنواع الفنون في العالم كله، وهو فن الباليه. معانا واحد من أشهر راقصي الباليه في مصر، هو راقص أول فرقة باليه الأوبرا، هو ممدوح حسن. رحب بيه، اهلا بيك. ومعانا زوجته ايضا، هي راقصه باليه سوليست فرقه باليه الاوبرا، اهلا بيكي. معانا نينات نظمي، اتنين من امهر راقصي الباليه واهمهم في مصر، واتجوزوا وعايشين في بيت واحد، كونوا اسره. صحيح هم ما بقالهمش كتير، 3 سنين تقريبا، 3 سنين يعني عرسان يعني. فانا ببدا على فكره دايما ان انا بحب اعرف ازاي تقابلته، ازاي العلاقة بدأت من الاول خالص، بحب اعرف البداية خالص. بس هنا اكيد واضح ان كان بيجمعكم معهد الباليه مبدئيا، مش كده؟ ده حقيقي. طب اسمع بقى بداية الحكاية من مين؟ مين كنتوا الاثنين؟ ابدأ من نينات. هو احنا في معهد واحد من واحنا في ثالثة ابتدائي، بس يعني تعرفنا على بعض قوي كنا تقريبا في ثالثة اعدادي، يعني كنت صغيرة برضه. بس كان في حفلة، واحنا في الحفلات بنبقى في اليوم من اوله لاخره مع بعض في الحفلات وكده، حصل يعني كانت عادي. حصل اللي حصل. اللي هو ايه اللي حصل؟ حاجة كويسة بقى ولا؟ طبعا حاجة كويسة انها تجمعنا يوم من الايام ان انا اتجمع مع نينات. طبعا هي شخصية جميلة جدا. طب تالت عادي زي انت كنتوا اطفال. ده حقيقي، احنا يمكن فضلنا مع بعض كعلاقة لا يقل عن 12 سنة. ياه، 12 سنة. 12 سنة انتوا عارفين ان انتوا معجبين ببعض، ولا 12 سنة زملاء؟ لا 12 سنة معجبين ببعض. واتأخرتوا كده ليه؟ يمكن عشان بدأتوا بدري؟ بدأنا بدري جدا. لازم اخلص الدراسة. يعني خلصنا البكالوريوس وبعد كده عملنا الدراسات العليا، وبعد كده ابتدينا بقى دخلنا الباب من بيت وين. طيب ده كان شرط عندك في العيلة ان انت لازم تخلصي الدراسة وبعدين ترتبطي، ولا شرط انت قلتيه يعني عاهدتي نفسك عليه انك ما ترتبطيش قبل ما تخلصي؟ احنا عندنا الدراسة صعبة شوية وبتاخد الوقت كله، فما كنتش عارفة افكر في حاجة تانية يعني. وبعدين قلت انا كنت لسه صغيرة فقلت اخد وقتي يعني. طيب قولي بقى، يعني ميزة ولا عيب
ان انت يعني انا كنت بتكلم معاك قبل التسجيل، قلت لي احنا بنقضي طول اليوم مع بعض، يعني من 9 الصبح ل 10 بالليل احنا ما بين المعهد والاوبرا. الأوبرا ده حقيقي دي ميزة ولا ده ممكن يؤدي لنوع من انواع الروتين او ميزة الملل؟ وعيب يعني. يعني ممكن ناخد الاتنين مع بعض، اللي هو ميزة ان احنا اولا على طول مع بعض، عايشين حياتنا كلها مع بعض. العيب اللي فيه ان احنا مفيش جديد في حياتنا، او بيجي علينا وقت فترة من الفترات بيبقى فيه روتين، مفيش مشاكل يعني. مش يعني طبعا بعيد عن المشاكل طبعا الطبيعية، مفيش مشاكل. هو مثلا هي بتيجي تحكي لي مثلا انا حصل معايا موقف في الشغل كذا، وانا بقولها انا في الشغل بتاعي حصل فيه كذا. لا، احنا شغلنا مع بعض واحد، مشاكلنا واحدة داخل الشغل. ايوه. طب ما دي برضو نقدر نقول انها ميزة ان انتوا فاهمين ابعاد لو في مشاكل ابعادها ايه. انت هتبقي مقدرة لو هو في حالة نفسية معينة، ان انت عارفة هي ايه المشاكل والضغوط اللي بيواجهها اثناء شغله اثناء يومه. فمش عارفة، ان انا شايفاها حاجة ايجابية، الا بقى حكاية ان مفيش حاجة نقولها. ان مفيش حاجة تقولوها، ما عندكم يعني مش اكيد عارفة في احكي له مشاكل على حاجة برضه. جديدة، ما انت عارف كل حاجة احكي لك. بالظبط، هو مفيش حاجة جديدة بنتكلم فيها. الشغل واحد، الحياة عامة كلها ما بيني وما بينها واحدة، مفيش أي جديد. ويمكن حتى ما بنلحقش نتكلم مع بعض، احنا بنروح من كتر التعب والتمارين بنروح على طول يا دوب بنشوف السرير فين عشان ننام. طب هنا بقى الميزة الإيجابية اللي أنا شايفاها، إن لو كان ارتباطكم خارج إطار المهنة الواحدة بتاعة الباليه، كان يعني هيبقى صعب. كان هيبقى صعب جدا. مش كل علمتوا الناس بتحكوا إن أنتوا شغلكم ده واخد حقيقي كل طبعا. اليوم وطول الوقت وبتشتغلوا كتير جدا، تخيلي بقى لو كنت مرتبطة حد مش معاك في نفس المهنة. كان هيبقى صعب جدا، خصوصا انا كبنت وبره الولاد مش بيبقوا فاهمين قوي ايه باليه، يعني أيوه ايه. طب انتي بتفضلي قاعده، يعني هتفضلي قاعده كل ده في الشغل؟ طب انتوا بتسافروا مع بعض ازاي؟ طب هيبقى صعب ايوه يعني بالنسبه للبنات اكتر، قليل قوي اللي بيفهم يعني. وجمعكوا شغل مع بعض واحد، يعني من عروض معينة، كتير رقصات كتير يعني باليه معينة. كتير. يمكن احنا كنا راقصين اوائل انا ونينات في المعهد، في فرقة المعهد قبل ما ندخل الاوبرا، فكنا راقصين الاوائل. فكنا احنا كنا بنعمل مع بعض الادوار الاولى اي يعني كنا حوالي من 2000 من سنة 2000 لغاية 2006 كنا راقصين اوائل فرقة الباليه. فجمعكم جمعنا اكتر من جمعنا رقصة مع يعني كان بعض، اكتر. احنا كنا كل سنة بنعمل لازم حفلة الاكاديمية بفرقة المعهد، بتبقى في فكنا الاوبرا في بقى. الاوبرا دايما. فكنا دايما كل العروض دي كنا احنا بنبقى راقصين الاوائل فيها، فدايما كنا قاعدين مع بعض شغالين مع بعض تمريننا اي مع بعض. بتتدربوا خارج الاوبرا مع بعض مثلا؟ ممكن في البيت لا ترقصوا رقصة صعب الدرب؟ صعب؟ صعب صعب. ما مفيش حصلتش. مكان، ما لازم مكان حصلتش كبير. لان اولا لازم يبقى في مكان مجهز لرقص الباليه عامة. ده واحد. اتنين، احنا اوريدي بنبقى حياتنا كلها حتى دراستنا تمارين، فاحنا يا دوب ما بنفكرش ان احنا نخرج بره المجالين. ايوه. طيب ايه الرقصات اللي جمعتكم؟ في المعهد عملنا حاجات كتير، عملنا كسرت البندق وعملنا سندريلا. كسرت البندق دي اتعدت كتير قوي، عملنا بحيرة البجع يعني حاجات منها. بس بعد كده العرض انتوا كنتوا فيه مع بعض، لكن كرأس مواجهة لا، وجها ده كان لوجه مع بعض مع مع بعض بعض يعني مع بيبقى بعض. بدو بين الولد وما بين البنت. ايه احساسك وانتي بترقصي مع ممدوح؟ هو اتعودت بصراحة. اتعودت يعني، هو عشان هو كمان يعني راقص اول دلوقتي كمان، فهو بيبقى مريح يعني في الشغل عكس اي حد تاني مش متعود على ان هو يشيل وكده. هو عشان شغله كله راقص اول، كله اداجوهات، فبيبقى هو متعود على ده. أداجوهات. ان هي البدودين هو بيشيل البنت وكده والدويتو ده، فهو متعود، أيوة. فبيبقى مريح جدا بالنسبة لي عن حد تاني لسه صغير او لسه مش متعود على الدويتو، يعني يمسك ازاي تشيلة بتاع، بيبقى الموضوع فهو صعب. عشان محترف انت فهو شايفة ان بالنسبة هو لي هو مريح. مش انا بس، اي حد اي أيوة. حد في الفرقة. بس حكاية ان البنت تقف على طراطيف صابع، الوقفة الشهيرة بتاعت الباليه، انا شايفة ان البنت هنا مطالبة بمهارات، يعني بتشقى وبتتعب اكتر من الراقص الباليه. لا الوقفة دي في حد لا، ذاتها هما ليهم حاجاتهم اللي بيتعبوا فيها، واحنا لينا شغلنا اللي بنتعب فيه. ويمكن انا شايف بقى، معلش انا اسف طبعا، يعني انا شايف ان مجهود الولد بيبقى اكتر بكتير من البنت. يعني انا دايما ببقى شايف، يعني انا لما ببقى حاضر تمارين كتير وببقى شايف تمارين البنت عامل ازاي، ببقى حاسس ان شغل البنت، ان هي طبعا حاجة صعبة جدا ان هي تبقى واقفة على صوابعها، بس انا شايف ان مجهود الولد وشغله واداءه وتكنيكه بيبقى دايما اصعب من البنت.
أصعب من هو البنت. اه بيبقى عنده نط اكتر، يعني لازم يبقى نطه عالي عن البنت. لما يجي ينط بيبقى طبعا عضلات عشان يشيل، ده التكنيك الولد. البنت مضطر بتبقى يشيل، هو هو اساسي ده لازم اساسي ان يشيل، هو ده حاجه بيشيل. اساسيه. اه طبعا. الليونه طبعا لازم تبقى عند الاثنين، بس لازم تبقى عند البنت اكتر في اي الرفع وفي النط وتفتح رجلها يعني. ده غير البوانت، البوانت ده عايز بالانس يعني، بالانس كده معين. ممكن اي حد يقف على البوانت، بس مش اي حد يعرف يعمل عليه اي حد مين الحركات يقف على البوينت، يعني. ممكن اي راقصه يعني، اي راقصه باليه. او في الراقصين اللي هم بيبقوا مش محترفين، اللي هم مواهب بتبقى بره في النوادي والحاجات دي، ممكن يدوم بوانت وممكن يقفوا عليه، بس مش هيقفوا عليه نفس وقفة حد بروفيشنال. هما ومش مش هيعرفوا هيقدروا يعملها هم. يأدوا بشكل بروفيشنال عليه، لأن هو الموضوع صعب جدا ايوه مش كتكنيك، هيأدوا صعب الحركات كلها يعني. هم ممكن يعملوا البيزك بس، اول حاجة. يعني. عايزة أنا يعني خليتوني أبقى عايزة أسأل، أنتوا بتتدربوا قد إيه؟ يعني أنت بتقولي حاجة صعب جدا، وحتى لو بيتعلموها بنات بره وولاد مش بيوصلوا المستوى الاحترافية بتاعتكم، فعايزة أعرف عشان تبقى راقص محترف أو راقصة محترفة تاخدوا تدريبات، بتتدربوا قد إيه في اليوم؟ التدريبات عامة، أولا كتدريب من الناس بروفيشنال، ده بيبقى جاي على حسب الدور اللي هو واخده في الباليه الجديد أو الباليه اللي هو بيعمله. فممكن يعني احنا لما بنيجي نعمل حاجة جديدة بناخد مثلا فيها من شهرين لشهر ونص تمارين. احنا عامة في الفرقة في الأوبرا كل شهر ونص لازم نأدي عرض، فهي التمارين احنا ممكن نعمل 3 عروض في وقت واحد. يعني احنا يمكن بادئين السيزون دوت بكذا، يعني بنتمرن في اليوم الواحد على كذا باليه، بياخد تايم كتير طبعا، يمكن بنقعد مش من اقل من 2 ساعة مثلا كراكس لوحده، اللي هو بيبقى مقفول عليك باب الصاله لراكس اول، مش اقل من 2 ساعة بس طبعا مش متواصلين، يعني ساعه ساعتين في اليوم. وممكن يبقى اللي هو مثلا بيبقى واخد ساعه في الاول خالص قبل ما الفرقه كلها ما بتيجي، بيتمرن وبيحفظ شغله وبيبتدي يعمل الشكل الدرامي بتاعه ليها، بعد كده بيبتدي يجمع مع المجاميع او السوليستات اللي معاه بعد كده في البلد. طب بس ساعتين معقول على فكرة في اليوم ده بعد ما يوصل ان هو يبقى بروفيشنال في الفرقة. بروفيشنال، ده بعد انا بتكلم ما على واحد بروفيشنال، واحد ماسك اداؤه وماسك تكنيكه ولامم الباليه كله ايوه يعني. مر بالسنين اللي انت مريت بيها. بالظبط طب كده. احنا لا احنا عايزين بقى يعني نرجع من الاول بقى. نرجع من الاول، بس اسمحوا لي الاول نقدم فاصل اتفضلي. طبعا على موضوعنا مرتبط بموضوع الباليه وفن الباليه وارقى انواع الفنون، ونرجع نستكمل حوارنا معاكم.
اهلا بكم مشاهدينا مره تانية. زي ما قلنا ان احنا هنبدا الحوار من اوله، الحكايه من اولها، بدايه دخولكم معهد الباليه. ابدا بيك يا ممدوح، اعرف ده كان حلمك مثلا وبتحققه ان انت تبقى راكز باليه، ولا ظروف معينه لا، ادت هي لده؟ صدفه. اولا انا كنت داخل الكونسرفاتوار، بس للاسف ما حصلش نصيب في الاختبارات ان انا ادخل ابقى في الكونسير. فالباب كان قصاد الباب، فوالدي فقال لي خلاص تعالى ندخل الباليه، لان انا كان ليا اخ في الباليه، فدخلت وكملت المشوار بتاعه. بقى حبيت بقى الرقص في الباليه. الاول ما كنتش فاهم، يعني انا يمكن لفتره، يمكن لغايه ما بقيت مثلا خلاص فاضل لي مثلا سنه ولا سنتين وهتخرج ويبقى معايا دبلومه الباليه، ما كنتش فاهم يعني ايه باليه، فحبيته. يعني انا في الاخر ابتديت شايف ناس بتنط وناس بتتشقلب، ناس بتعمل حاجات يعني خارقه، كان بالنسبه لي حاجات خارقه. حبيته، ابتديت احب اللي هو ان انا اعافر ولازم اعمل ده، اللي هو يعني احنا مثلا عندنا حركات ان انا لازم انط والف لفتين في الهواء، لا دي حاجه مش طبيعيه. فابتديت احب الحاجات ديت، احب النط، احب ان انا لازم يبقى عندي عضلات وشكل. رياضه الباليه عامه من الرياضات المفيده جدا للجسم، أيوة. بعيد بقى عن الجيم والناس اللي بتروح الجيم والحاجات دي، لا بالعكس، انا في حصه الباليه في تمريناتي بعمل احسن شكل لجسم البني ادم من تمرينات من الباليه تمرينات نفسها الباليه، من كل تعمل الشيب اللي هو كل ما يعملوش حاجه اي جيم ولا اي بالظبط، وحاجات طبيعيه وشكل احسن بكتير من غير اي حاجه في الجيم خالص. حبيته، ابتديت اروح اتفرج في الاوبرات، واحنا من صغيرين بياخدونا نعمل عروض مع فرقه الباليه كاطفال، زي كسرت البندق بيبقوا محتاجين اطفال. ابتديت اروح اشوف ناس اكبر مني بيعملوا حاجات جميله جدا، شغل الولد مع البنت بشكل احترافي جميل جدا، فرق كتير بتيجي من بره بتيجي بتعرض، كانوا بيجيبونا ونروح نتفرج. حبيت المجال، دخلت فرقه الباليه بالصدفه، يعني انا يمكن بالصدفه بقيت راكس اول في فرقه الباليه، كنت مكملت 6 اشهر في الاوبرا، يعني انا اول ما دخلت يعني فترة قصيرة قصيره جدا. جدا، دخلت كنت لسه صغير عندي 17 سنه. لقيت كل واحد يشوفنا، انتوا لسه قدامكم ولا اقل من 4 5 6 سنين عشان ترقص مع المجاميع، يعني كان في احباط كبير جدا. بالصدفه كان الفرقه ساعتها بتعمل باليه جديد من مخرج ايطالي ريناتو جريكو، عمل ورك شوب واحنا كنا موجودين، فابتدى يعمل الورك شوب فشافني، فقام ندى مدام ارمينيا وهي مديره الفرقه حاليا، فقال لها انا عايز الولد ده في الدور الفلاني. قالت له استحاله، ما ينفعش، ده لسه صغير، ده لسه داخل، ده ما عقده لسه الحبر بتاعه ما نشفش. ما نشفش. قال لها لا انا عايزه. قالت لي خلاص هنديله فرصه. كنت داخل ومعايا 4 كاستات، كنت انا اصغرهم، كنت القاست الاول، يعني بدايه الصلاه بتتفتح ان انا اعمل اول عرض ده ايه سوليست. يعني؟ هو دربك؟ طيب يعني هو لما دربنا اختارك دربك تمرينات، تدريبات اخذنا خاصة؟ تمرينات، لا مع التمرينات طبيعي، هو بيقول لي انت شاطر، انت عندك امكانيات كويسه. كان بعد الباليه دوت كان عندنا كسرت البندق، فطبعا انا كالعاده 4 سنين 5 سنين هفضل قاعد ما بعملش اي حاجه. بالصدفه لقيت مدام ارمينيا بعت المدرب بيقول لي يا ممدوح انت بعد يومين هينزل لك تمرينات كسرت البندق. قلت له هعمل ايه في كسرت البندق؟ هعمل كورد؟ فقال لي هو لو انت هتعمل مع المجاميع مش محتاج ان انا جاي ابلغك، لا انت هتعمل الركس الاول. كانت ضربه قاضيه بالنسبه لي، فظيعه. كانت مفاجأة اسمها مذهلة. لا كانت بالنسبه لي انا ضربه، لان انا كنت لسه صغير ما كنتش فاهم اي حاجه، وقفه مسرح مرعبه جدا، الستارت اتفتح وان انا ابقى موجود على المسرح، انا اللي شايل العرض والناس دي كلها واقفه ورايا. جريت على نينات قلت لها انا خايف جدا، ده بيقول لي هتعمل كسرت البندق البرنس، ودكتور عبد المنعم كامل هينزل ويشوفني. فقلت لها انا خايف، لان انا كنت ساعتها يا اما هطلع يا اما هنزل، بالظبط يعني كده. يا اما هطلع يعني طلوعي هيوقعني بسرعه جدا، اللي هو اول ما هيشوفني يقول لا ما ينفعش، خلاص انا كده قضيت على مستقبلي، خلاص يبقى ممدوح على جنب، خلاص ما حدش هيفكر في ممدوح تاني. نزل دكتور عبد المنعم كامل ودخل التمرين وبص لي قال لي تمام هيعمل عرض واحد. طبعا كانت فرحه بالنسبه لي فظيعه ان انا هاخد عرض من ضمن 8 عروض، دي حاجه كبيره جدا. دكتور عبد المنعم كامل يوم العرض، وعمري ما هنسى اليوم دوت، طبعا استاذي وهو اللي عمل ممدوح حسن على مسرح الباليه. انا لفت نظري ان انت
اي مشكله بتحصل لك، ضغط نفسي بيحصل لك، قلت لي انا جريت على نينات على طول. طبعا يعني نقدر نقول هنا الصداقه مهمه قوي بين الازواج، مهم قوي التفاهم، مهم ان انت تبقي كاتمه اسراره، اول حضن بيفكر هو يلجأ له في اي مشكله. ده غير ان انا عشان كمان معاه في نفس الفرقه، فانا فاهمه هو بيقول لي ايه. يعني انا فاهمه لما بيجي يشتكي من حاجه، حتى لو في الشغل، انا مش عارفه اعمل دي، انا يعني وقعت، انا ما ممكن اغيرها، انا فاهمه. لا طب ايوه ما تغيرهاش، طب اعمل مكانها كده. لو حد من بره اعتقد ان انت مهما كلمت محدش هيفهم حاجه، فدي يعني. وهو دي برضو مخلياكوا يتفرج في عليا يقول لي تفاهم. لا ما كنتيش حلوه في دي، طب اعملي مش دي احسن. بتزعلي لما لا بينتقدوا؟ خالص، بالعكس انا بروح اقول له قول الحقيقه، بس ما تضحكش عليا. عشان ايه؟ بس يعني ابقى فاهمه. يقول لي ده حلو بس دي مثلا ما كانتش حلوه، وانا برضو كذلك يعني. اه فاحنا فاهمين، طب وانا عيني غير انا عين ما النيل. سمعتش يا نينات انت دخلتي الباليه ليه. انا سمعت من ممدوح وعرفت ان جات له بالصدفه، هو كان رايح كونسرفاتوار والباليه جاله بالصدفه. وهنا نقدر نقول صدفه ودور الوالد، يعني الوالد طبعا مش اي والد، الوالد واضح ان هو متفتح وعنده خلفيه ثقافيه. لا احنا اوريدي عائله فنانه كلها، يعني انا اخواتي كلهم في الكونسرفاتوار، والدي مهندس صوت، يعني احنا عشان اوريدي كده احنا عيلة عائله، فنية اوريدي العائله فنانة. كلها فنانين. بالنسبة لك بقى نينات، أنا ماما كانت أصلا في الباليه وهي صغيرة، بس ما كملتش، سافرت وما كملتش يعني باليه هنا. فهي بتحب الباليه، فكانت بتقعد تشغلي بقى حاجات على التلفزيون أشوفها، وتشوفني متقبلة يعني ايوه وبقلد. فخدتني الأول في المعهد قبل الاختبارات، ودتني عند دكتورة لامية محمد، هي في المعهد، قالت لها أنا عايزة أشوف بنتي أجيبها الاختبارات يعني كويسة ولا مش هتبقى كويسة. فعملت لي أنا اختبار لوحدي، شافت كل حاجة، الليونة وبتاع، قالت لها لا كويسة جدا هاتي. بس رحت للاختبارات وقبلت في الاختبار ومشيتي في. خلينا نقول ومشيت ان هناك. الباليه زمان كان عباره عن مدرسه داخليه، يعني انت تدخلي تدرسي وتتعلمي باليه يعني تبقي مكرسه نفسك ووقتك ومستقبلك كله للباليه. في حين ان احنا عارفين ان الباليه وقته مش كبير، راقص الباليه كعمر مش كبير. انتوا بتبطلوا على سن كام؟ يعني من 30 ل 35 سنه، 30 او في 35 ده الثلاثينات اقصى يعني، سن. يعني في ممكن يبقى اكتر، بس بيبتدي ايه حاجته يعني ادواره تقل، اداؤه ادائه مختلف، فادواره بتقل طبعا. لا يعني. في احنا الادوار مثلا صعوبات يعني، في ادوار سهله، في ادوار اصعب شويه. لو هو كان بيعمل حاجات صعبه قوي يبتدي يقللوه لحد ما خلاص اي يعني، ممكن ياخدها بالتدريج. وفي بيبطل على طول، ما بيبقاش حابب ان هو يقل. طيب، يعني خلينا نقول ان راقص الباليه المفروض انه يعيش حياه مزدهره جدا لانه بيبطل صغير، يعني بيبطل 30 35، فعنده سنين معدوده اللي هو بعد ما بيبقى خلاص ساب مرحله ان هو راقص مبتدئ والطفوله. مرحله الشباب هنا مش بنتكلم في سنين كتير، ده لازم حقيقي. تحقق فيها نجاح، لازم تحقق فيها فلوس، لازم تحقق فيها كل حاجه هتعيش عليها بعد كده، لان راقص الباليه هيطلع هو عنده 30 سنه او 35 سنه، هو ما عندوش سي في حاجه تانية، يعني مش سهل يشتغل في مجال تاني. ده حقيقي. فانتوا المشكله دي بتعملوا فيها ازاي وتتحضروا ليها ازاي؟ هو للاسف يعني دي مشاكل احنا بنتكلم فيها بقالنا سنين. احنا ما عندناش تامينات، يعني احنا بنحاول، احنا المفروض كمجال فن الباليه احنا بالظبط عاملين زي لعيبه الكوره، ليهم سن معين لا وهيبطلوا. بس في فرق كبير قوي بين لعيبة الكورة في مصر وبين راقصي الباليه في الباليه مصر. اوريدي مش معروف في مصر، يعني الكوره يمكن طبعا واخده حيز كبير جدا في مصر كرياضه، بس احنا بنتكلم مثلا كظروف ماليه. احنا مش بناخد ما يجزينا ان احنا بعد 30 سنه او 35 سنه ان احنا نبقى اللي هو مثلا حد يفتح مشروع او اي حاجه. بالعكس احنا مرتباتنا تعتبر مرتبات طبيعيه جدا، مفيش لا ده تامينات. انتوا مرتباتكم عاديه واقل من عاديه، بالظبط خصوصا للمبتدئين يعني، بالظبط كده. في حين ان هم بيقعدوا بالساعات كل يوم في حاله حركه وتدريبات ده كمان ورقص. بفكره ان انت اوريدي شغاله في فرقه باليه اوبرا القاهره، وقتك معدوم. ان انت حتى لو انت بتقولي هشتغل حاجه جنبها، لا مفيش وقت، مفيش اي امكانيه ان انت حتى تقولي ايه هجمع بوظيفه تانية، مفيش. يعني كمان فعلا انت لفتت نظري لحاجه مهمه جدا، ان ما ينفعش فعلا جنب رقص الباليه والتدريبات الشاقه جدا خصوصا للمبتدئين، ارجع اقول مبتدئين لان هنا ممدوح مش مبتدئ، ممدوح راقص اول ومحترف،
لكن عدى عليه سنين طويلة انت كنت بتتدرب بالساعات ده حقيقي. ومفيش اي جهد خلاص ولا وقت ان انت تفكر هو تشتغل لحاجة تانية. الحاجة الوحيدة اللي جنب فرقة الباليه الأكاديمية، معهد الباليه، يمكن برضو ده مش لكل الناس، في ناس بتتخرج وبتتعين في الأكاديمية، بتبقى أساتذة باليه في الأكاديمية، فده بيبقى في تنسيق ما بين المعهد والأوبرا في مواعيد التمارينات، اللي هو احنا مثلا بنخلص معهد الساعة 2 فأوريدي هنطلع على الأوبرا، ده بيبقى تنسيق ما بين مديرة الفرقة وعميد المعهد. ان انت ترشح كاستاذ في معهد ال لا هو الترشيح اوريدي تعييني كمعيد في أكاديمية الفنون ده طبيعي، اللي هو بتاع درجاتي بالدرجات. كبكالوريوس، فبقدم على الدرجة فباخدها بعيد خالص عن الأوبرا، بس بيبقى في تنسيق في المواعيد، لأن احنا بنسافر كتير جدا مع الفرقة، فبنبتدي نبعت جواب بيجي طبعا من وزارة الثقافة للأوبرا، والأوبرا بتبعته للأكاديمية، بحيث إن احنا ما يبقاش مضرين بالعمل هنا ولا في الأوبرا. ايوه طيب، حد فيكو اتعين في معهد الباليه درجاته سمحت له كده احنا ولا معينين معينين؟ يعني انا واخد لسه ماجستير من قريب، مدرس مساعد دلوقتي، بقيت مدرس مساعد، نينت معيدة في المعهد، وبنخلص الماجستير بتاعها بحاول دلوقتي. بتخلص الماجستير مهمة جدا. بحاول خلينا نقول ان فن الباليه زي ما قلنا من ارقى الفنون، فن الباليه استحالة نلاقي راقص باليه يبقى عنده أفكار متشددة أو متطرفة، أو الفن بيعمل حالة من الرقي، الفنون يعني. عموما ما بالك فن زي الباليه، فالدولة المفروض تقف جنبه أكتر، دولة تسنده أكتر. خلينا نخرج مع بعض الأول نشوف فكرة الناس عن الباليه إيه؟ إيه الحاجز اللي موجود في مصر بين راقصي الباليه أو فن الباليه وبين المصري؟ ليه ملوش قاعدة الجماهيرية كبيرة أوي زي الكورة، زي رياضات أخرى أو فنون أخرى؟ نشوف مع بعض تقييم ونرجع نستكمل الحوار. الباليه لعبة كويسة جدا ولياقة بدنية وحاجة بصراحة يعني فن راقي، فللأسف ما فيش حد بيتابع الحاجة دي خالص. ليه؟ لأنها ما فيش انتصار كمان في التلفزيون، يعني عندك التلفزيون ما فيش يعني أبدا أبدا بصراحة إن يورينا حاجة زي كده، وإن نحب الحاجة دي ونفضل نواصل معاها ونطلبها. والله يمكن هو الموضوع ده مرتبط شويه بالثقافه المصريه، ما تعودناش عليه من زمان، او يمكن كان ايام من قرن ماضي او كده كان في الفن ده موجود، لكن بعد كده الفن ده يمكن قل او بدات الثقافه دي تقل خالص في المجتمع. للاسف ان الباليه اصلا عشان بيدرس في الاكاديميه فمحدود، انما لو مثلا بقت في مدارس للباليه او فصول خاصه للباليه اعتقد ممكن ينتشر الباليه، فن راقي جدا جدا، وما ننساش بحيرة البجعة وأشياء كتيرة جدا في الباليه يعني. بس في ناس يعني ناس عندها هواية لكده، أنا عندي بنت أختي يعني بتلعب باليه برضو، بس لسه ما عندهاش اللي هي الانتماء الجامد، بس احنا بنحاول برضو إن إيه ننميها، أو إن هي مثلا إيه تبقى مشتركة في تبع عروض أو حاجات زي كده تبع المدرسة بتاعتها، يعني بي بي بتنمي الحاجة دي عندها. أولا الثقافة في مصر، واخد بال حضرتك؟ الحاجة التانية مفيش الترويج ولا الدعاية ولا المدارس الكفاية انها تقدر تعمل تنشيط لفن الباليه في مصر. حتى يعني حضرتك كان في زمان كان في برامج بتيجي في التلفزيون كان عن فن الباليه وكده، ما دلوقتي ما عادش الكلام ده موجود. رجعنا مرة تانية نستكمل كلامنا، وكنا بنقول إن الباليه ملوش الشعبية الكبيرة عند الناس، ليه في وجهة نظرك؟ إعلانات، مفيش إعلانات، مفيش دعاية ليه؟ مفيش دعاية خالص، عكس بره تماما. دلوقتي لما بيجوا المعهد يقدموا للطلبة مش بيقدموا علشان فن الباليه، لأن فن الباليه مش مشهور، هما دلوقتي بيقدموا عشان عندهم فكرة تاني خالص، ان انا بنتي هتدخل الباليه هتروح تطلع في التلفزيون في الكليبات وهتاخد فلوس. فحتى كل الطلبة اللي بتطلع دلوقتي مش كلهم بيعرفوا يلتحقوا في اي فرقة، فبيتجهوا ان هم يعملوا مش شغل موهوبين او مش حابين، لان مهم قوي هنا تحبي
الباليه فهتديله. فعشان كده يمكن طلبة الجداد ليهم أسباب تانية غير حب الباليه، فده اللي بيخليهم مش على المستوى. في منهم ما بيحبش الباليه طبعا فبيتخرج كده وخلاص يروح يشتغل بره، وفي بيبقى حابب ومش عارف مستواه ما يجيبهوش مثلا يدخل الفرقة قوي، بس هو حابب بس مستواه مش عارف يدخله فرقة، فبيضطر ان هو لازم يتجه لحتة تانية بقى، يروح يرقص في كليب، في فيلم، في تمثيلية، في اي حاجة فيها استعراضات، وبالنسبة له هي فلوس اكتر يعني. هو ممكن احنا اللي بناخده في شهر هو ممكن ياخده في يوم. طيب نينات هنا ممدوح قالت لي الدعاية مش كافية للباليه والعروض الباليه وراقصي الباليه مش واخدين شهرتهم الكفاية اللي يستحقوها، ده سبب من أسباب إن بعض الناس أو الحاجز شوية اللي موجود بين الجماهير والفن الباليه؟ هو طبعا إعلاميا إحنا مش واخدين حقنا كدعاية ولعروضنا والكلام ده كله، بس يمكن أنا شايف يمكن هو في الأول خالص ثقافة، يمكن احنا كثقافة بتاعتنا الشرقية مش مستوعبين فكرة الرقص، فكرة ان يبقى في ولد وبنت واقفين مع بعض من اول اللبس مش مستوعبين، ولا فكرة الولد والبنت لفكرة انه رقص اصلا نوع من انواع الرقص، عشان هو بعيد عن الناس، فالناس حاسة ان هو دايما في حاجة غلط، احنا نحس ان احنا في عالم تاني. وزي ما ممدوح قال هي ثقافة، هي ثقافة للأسف احنا عندنا لسه شريحة من الناس بتبص الحاجات دي انها عيب حرام. بس انا شايف يمكن بعد الثورة انا شايف ان هي جت بشكل ايجابي لينا كراقصين باليه، لان جت في فتره من الفتره ان في ناس مسكت البلد فابتدوا يقولوا الباليه حرام، والاخوان اللي مسكوا البلد بالظبط كده حرام ولازم يقفلوا فكره فرقه الباليه ديت. بالعكس احنا ابتدينا نعتصم داخل الاوبرا في مكاننا لغايه ما وصلنا صوتنا ان لا الباليه ده مش حاجه حرام. فابتدى من ساعتها وانا ابتديت اخد بالي من الموضوع ده ان ابتدى ينتشر فكره تدريس الباليه في كل المدارس في مصر بشكل عام كبير جدا. انا بقيت واخد بالي ان في كل المدارس دلوقتي بقى في حاجه فنيه اسمها الباليه. النوادي فجت ان نقول اسراء للباليه حركه الاخوان جابت نتيجه جابت عكسيه بالظبط، وبدا الناس يعرفوا ان في فن هنا راقي اسمه الباليه. فابتدى في انتشار، انا ابتديت شايف ان احنا يمكن بقى في جمهور اكتر بيجي، يعني احنا الحمد لله عروضنا كلها بشكل عام كومبليت لفرق الباليه، بس انا شايف دلوقتي ان بقى في اكتر الاقبال اكتر من الناس، الاقبال بقى اكتر من الاول بكتير. بقيت شايف احنا كان في فئه معينه من الشعب هو بس اللي بيجي يتفرج على عروض الباليه، لا دلوقتي بقى في ناس كتير يعني كل المستويات كل شرائح كتير بتتفرج على الرقص عموما، كمان مش فكره ان احنا كمان في فرقه باليه وفي فرقه مودرن، لا بقى لكله بقى في شكل عام فكره الرقص عامه بقى منتشر عندنا في الاوبرا. لكن الدعايه برضو لسه مش كافيه، الدعايه ضعيفه جدا طول ما هو يعني بعدينه عن الناس في التلفزيون وكده، فالناس بتحس ان هو لا ده في حاجه غلط، مش بيتعاملوا عادي ان ده فن، هما لو بيتعاملوا ان ده فن عادي في التلفزيون والعروض بتاعتهم واعلانات عاديه ان حاجه عاديه زي اي حاجه، الناس هتحس لا ده حاجه عاديه، لكن طول ما هم مهمشينه قوي كده فالناس حاسه ان لا ده مهمش قوي كده وليه مكانه وكده، يعني يبقى ده في حاجه غلط. ايوه عكس مثلا اعتقد زمان شويه كان بيجي كل اسبوع مره سهره كده عن فن الباليه، عن فن الباليه، دلوقتي مفيش. طيب ده عكس التجربه بتاعتكم لما سافرتوا في الخارج، انتوا بتسافروا كتير، من ضمن السفريات اللي اثرت فيك قوي من خلال كلامي معاك سفريه اسبانيا، انتوا كنتوا فيها مع بعض، احكي لي دي افادتك ازاي التجربه؟ احنا سافرنا اسبانيا مرتين، مره 15 يوم كنا بنعمل باليه روميو وجولييت وزوربا، وبعديها على طول سافرنا قعدنا هناك 35 يوم لفينا فيها اسبانيا كلها، مفيش محافظه ما عرضناش فيها عرض زوربا. يمكن احنا باليه زوربا ده من الباليهات اللي احنا مشهورين بيها في مصر وفي الخارج. انا نفسي رحت انبهرت بالدعايه، اتوبيسات محطوط عليها بوسترات الفرقه، فندق هنلاقي البامفلت موجود فيه فرقه الباليه هتعمل في المكان الفلاني، شكل عام لراقص الباليه جوه اوروبا جميل جدا عكس مصر تماما. لقيت ان راقص الباليه في اوروبا في الخارج عموما راقص باليه نجم وواخد بالزبط. حقه من الاعلانات والدعايه، حياه تانية ومستوى تاني وماديات اخرى طبعا. كله يعني وجه عرض معانا حد من البلد من اسبانيا، زي جه عرض معانا احنا في فرقتنا، كان هو معروف جدا هناك فالناس كلها كانت بتيجي تتصور معاه كانه يعني نجم،
واحنا مستغربين هو ايه في لا، ايه وكانت حاجة طبعا حاجة كبيرة جدا ان احنا يجي لنا ضيف شرف ان هو يعرض معانا الباليه، ايوه يعني ان هو برضه كفرقة باليه اوبرا كاريبي. طبعا الناس كلها عامة تعرف ان مصري وبيرقص باليه دي حاجة بالنسبة لهم دي مهمة جدا لينا طبعا، احنا كمصريين لا يعني هم والمصر كثقافة مش معترفين ان احنا ايه ده مصر وفيها باليه، صعب. يمكن احنا الفرقة الوحيدة موجودة في الشرق الاوسط، فرقة الباليه بتاعتنا عامة في الشرق الاوسط، ما فيش غير مصر فرقة هي مصر فرقة فرقة الباليه باليه الوحيدة اوبرا في الشرق الاوسط. بالظبط كده. فشوف بقى كم الرعاية المفروض والاهتمام اللي تنالوه، يعني فانتوا بتبقوا سفرائنا حقيقي بدون مبالغة في الخارج. بس هي الفترة والوقت اللي انت بتقولي فيه جه راقص الباليه نينات كان بيجي كتير في مصر، كانت فترة ثرية جدا طبعا في تاريخ الباليه، كان في فرق فترة كتير دكتور عبد جدا المنعم كامل اللي قلت لك ان احنا طبعا لازم نتكلم عنه، ان في شخصيات ما ينفعش نعدي كده نمر مرور طبعا الكرام، لان شخصيات صعبة تتعوض وشخصيات اضافت. يعني دكتور ده عبد حقيقي المنعم كامل اضاف كتير واضاف مش بسهولة، هو حارب عشان يضيف. احكي لنا هو عن الفترة دي انت يعني انا عاصرتها. شايف ان دكتور عبد المنعم كامل اسطوره من اسطورات معهد الباليه. هو ما ضافش للباليه بس، بالعكس هو ضاف لكيان الاوبرا عامه، يعني داخل كيان القبه بتاعه الاوبرا هو ضاف لجميع الفنون داخل الاوبرا لما كان رئيس هيئه. انا كنت شايف ان هو فنان فاهم في كل حاجه، فاهم في الفن كله من اوركسترا لموسيقى عربيه للاوبرات للباليه. طبعا دكتور عبد المنعم كامل من مؤسسين فرقه الباليه داخل الاوبرا الجديده، من الناس اللي اعتصمت واصرت ان يبقى في فرقه باليه داخل المجال دوت جوه الاوبرا جوه الاوبرا اعتصم علشان يعمل لكم مكان خاص بالباليه، فرقه بالظبط الباليه جوه بالظبط الاوبرا. بالظبط كده. اول مدير فرقه لفرقه الباليه، وطبعا من بعدها طبعا الترقيات لمدير بيت فني لرئيس دار الاوبرا المصريه. قبل دكتوره ايناس. ايوه دكتور عبد المنعم كامل كفنان هو فاهم جدا في شغله، كمخرج مخرج محترف جدا، بيبقى عارف كل التفاصيل في المسرح في الموسيقى في الديكور في الإضاءة في كل حاجة، بيبقى قاعد عارف هو بيعمل ايه، عارف الكرسي دوت مكانه المفروض يبقى صح فين، دخول الراقص منين، عارف أداء الحركة يجي ازاي. أنا استفدت منه جدا، اتعلمت منه كتير، اتعلمت منه ازاي اقف على المسرح، اتعلمت اقف يعني ازاي ادي، امتى مطلوب مني هنا ادي فول باور وامتى اريح وامتى اخد نفسي. استاذ بمعنى الكلمه كل ومعلم حاجه لاجيال، لان اخراج احنا ورقص بنتكلم هنا مش ممدوح اللي اتعلم منه بس، لا دي اجيال اجيال يعني. كتير جدا. نينات احنا دايما يعني في اي فن بقعد مع فنانين، الفنانين مختلفين عن اي حد عادي، حساسيه درجه الحساسيه استقبال المشكلات بيأثر ممكن الحالة المزاجية على الفنان على رقص الباليه أيضا. ساعات وساعات بيجي بالعكس، يعني أنا مثلا أبقى متضايقة جدا فطلع كل الطاقة اللي عندي وكل الزعل في الشغل، وساعات في ناس بتبقى يعني متضايقة فتيجي تشتغل يأثر عليها في إمكانيات الحركة، يعني حركة مثلا ما تبقاش مظبوطة عشان حالة انت انهي مزاج. حالة من دول؟ لا أنا بطلع الباور كله في الشغل. يعني ممكن يكون رأس الباليه بيفرغ الشحنات السلبية أو بالظبط الغضب. كده، ايوه بطلع كل حاجة فيني. بس انت بالنسبة لك نفس الشيء، لما تزعل ممكن تقوم ترقص فتنسى كل المشاكل؟ طبعا هو الواحد مسرح بيخرج جواه الطاقة، وطبعا اوريدي أدائك للدور اللي الواحد بيعمله بتبقى مضطر ان انت وانت في التمرين، حتى لو انا عندي مشاكلي ببقى لازم ادخل جوه الدور، فبخرج من دخولي للشخصية اللي انا داخل اعملها جوه الصالة من مشاكلي كلها، تحس ان انت نسيت كل نسيت مشاكلك. كل حاجة وببتدي ادخل اتقمص الدور والشخصية اللي انا داخل اقديها. ايوه طيب، بما اننا بنتكلم ان استقبالكم للمشكلات ممكن تفرغوها في الرقص تنهوها بالرقص، الزوج والزوجة في بيت واحد كراقص وراقصة باليه مختلفين؟ مختلفين في التعامل، مختلفين في استقبال، في نهج الحياة كله، في تنظيم حياتهم، في التعامل بينهم وبين بعض. ممكن يعني انا شايف يعني في حساسية مثلا اكتر، يعني هل ممكن يكون الزوج اللي هو راقص الباليه ممكن يكون عنيف، ولا او يرد ردود عنيفة او يتصرف بعنف مع مراته؟ بتحصل يعني، بس مش منه يعني من ناس تانية، لكن ممكن تحصل. اصل دي بتبقى شخصية، ممكن
والعصبيه دي بتبقى حاجه يعني هو طبيعته بيتعصب، مش هتفرق بقى راكز باليه ولا مش راكز باليه، هو بيتعصب. لا يعني المفروض ان لا. ده فن راقي، فبيرقي الشخصيه، هو الصفات، بيرقي طبعا. الاخلاق. العصبيه بتبقى في حدود يعني، مش زي مش همجي يعني. أيوة. بس بيبقى العصبيه موجوده اكيد حسب الطبع يعني. حسب الطبع، بس يعني. بيبقى هو عصبي، بيبقى عصبي بس مش همج يعني، مش اوفر، مش همجي. ايوه في حدود، بس في العصبي وفي الهادي. لا هو مش عصبي قوي يعني. نص نص. طيب انا بدعوكم لفاصل دلوقتي، نشوفوا مع بعض والساده المشاهدين ونرجع نكمل حوارنا مع بعض. ممدوح، انا استوقفتني جمله انت قلتها، ان انتوا مفيش تامينات يعني. يعني رقص الباليه فيه قفز، فيه حركات فيها عنف احيانا، يعني ايه مفيش تامين على راقص الباليه في مصر؟ دي برضو من المشاكل اللي احنا بنواجهها. مفيش تامينات، مفيش معاشات يعني. مفيش معاشات؟ مفيش معاشات يعني. كان المفروض ان هما كان في بونص، اللي هو بعد ما بنخلص خلاص هنبطل رقص، المفروض بيديك لو زي مكافاه نهايه الخدمه. دي اتكنسلت من عقودنا. امال انت، معلش السؤال يعني، يعني انتوا بتعتمدوا على ايه بعد مثلا ما تطلعوا على المعاش في سن ال 30 او 35؟ هو بقى دي الفكره، اللي معين في الميعاد بيشتغل، او ممكن على حسب كفاءه اللي موجود ممكن يبقى مدرب في الفرقه. دي ما بتحصلش كتير. ودي ما بتحصلش مش ممكن تحصل لكل الناس، ما هي اكيد. أيوة. اكيد هتحصل لعدد، وعدد قليل. في ناس بقى بتتجه ان هي تدرس بره بقى في مدارس يعني. من راقص يبقى مدرس في مدرسه زي اي مدرس عربي وانجليش وكده، بس زي مدرس الالعاب والرياضه، زي مدرس الالعاب يعني. دلوقتي اغلبيه الناس عشان عارفه ان هم ما لهمش مستقبل بعد كده، فحتى بيحاولوا يبداوا من دلوقتي عشان لما يسيبوا يبقى في حاجه تانية موجوده. بس مش حاجه في مستوى اللي احنا درسناه، بس اي مستوى حاجه تعب يعني. انا دلوقتي بتكلم على مهنه، احنا بنروح نحضر عروض بننبهر. رقص الباليه ده بالنسبه لنا، انت قلت الجمله وانت بتسجل دلوقتي، قلت بيعمل حاجات فيها حاجات خارقه، حركات خارقه يعني، حاجه كده مرتبطه بالخيال، بيعيشنا في عالم تاني يعني. الباليه عموما ورقص الباليه وراقصي الباليه، فازاي احنا بنتكلم ان ابسط الحاجات دي مش موجوده عندهم؟ دي غريبه جدا. والمفروض ان احنا بالعكس، ده احنا المفروض ان احنا نشجع ان شبابنا يدخلوا يدرسوا باليه ويرقصوا باليه.
يعني المفروض بالعكس احنا نقدم امتيازات ليهم يعني تشجعهم. بنحاول دلوقتي يعني كذا مرة كلمنا في الموضوع، حتى لو ما كانش ينفع ان يبقى في تأمين او معيش او بونس دي بتاعت العقد، على الاقل الفلوس العقد اللي هي الشهرية تزيد شوية عشان الناس تحس ان هي مش بتتعب على الفاضي. يعني الدكتورة ايناس المفروض ان هي وعدت ان شاء الله تحاول يعني على قد ما تقدر. دور يعني هو بيبقى المسؤولين ودكتورة ايناس واللي زيها كمسؤولين ليهم دور، وانتوا ليكوا دور برضو ان انتوا تطالبوا بحقوقكم وتصروا عليها يعني. طيب عايز اسال سؤال تاني، عايز اعرف انت سوليست فرقه باليه الاوبرا وانت راقص اول فرقه باليه الاوبرا، رغم ان انتوا بادئين مع بعض، ايه اللي بيخلي حد يبقى راقص اول؟ هو طبعا حكالي الحظ لعب مع دور، لكن غير كده ايه يعني ايه اللي بيميز راقص باليه عموما عن التاني؟ معلش ممكن هو مشكله برضو، دي مشكله عندنا صعبه في مصر، البنات المصريه مش واخدين حقهم في الفرقه، دايما بنفضل الاجانب يعني، دايما بنفكر ان احنا نجيب راقصين اوائل من بره عشان يقوموا بالادوار هنا الرئيسيه. لغايه دلوقتي ده لغايه دلوقتي لكن احنا انا شايف ان احنا عندنا ناس كويسه جدا من البنات المصريين ان هم يقدروا يقفوا على المسرح ويشيلوا عرض مع الولد، بس هم هنا دايما هو زي ما بيقول لك كده عقده الخواجه. هم شايفين لا ان ما ينفعش بنت مصريه تتحمل عرض، مع ان انا شايف المستويات في مستويات كتير جدا كويسه عندنا. دي بالنسبه للبنات المصريين، لكن اللي بيفرق الراقص عن التاني الاداء، التكنيك، الاستوعاب، الحضور على المسرح، اسلوبه في اداء الحركه. احنا يعتبر بنطلع بنمثل على المسرح، في شكل درامي لازم، في دور بناخده بنفهمه، انا مطلوب مني ايه هنا في المشهد دوت، انا حزين، انا زعلان، انا بحب. فكل واحد ممكن واحد يبقى اداؤه كويس بس شكله الشكل الدرامي بتاعه هو مش موصله للجمهور، لان احنا فن صامت. ايوه فانا لازم مهم قوي طبعاً. انت قلت حاجه مهمه قوي هنا، ان التعبير هنا مش بالجسم والحركات بس، ده التعبير كمان لازم يبقى بالوجه. بالظبط، لان يعني انا كمان لازم بوصل للمتفرج دوت ايه القصه اللي انا بعملها، انا بوصل له كل حاجه كاني بتكلم بالظبط زي ما بيطلعوا في المسرح بالظبط. طيب على ذكر التمثيل بقى، لو اتعرض عليكم تمثلوا انتوا تنفعوا على فكره يعني. ميرسي جدا والله، احنا لسه ما يعني الفرصه ما جاتش، لكن لو جت ليه لا يعني. لان احنا يعتبر جوه المجال يعني. انا شايف ان احنا جوه المجال، ان اللي انت بتعمله نوع من انواع التمثيل فعلا يعني. طيب قولوا لي بقى اخر سؤال انهي بيه، احلامك ايه لبكره؟ وهسمعك برضه من ضحى. والله انا نفسي يعني اشوف تحسن اكتر للفرقه وللباليه عموما، لان الاجيال اللي طالعه من المعهد دلوقتي صعبه جدا، فان هم يدخلوا الفرقه هم ممكن ما يبقاش بعد كده في الفرقه في اجيال جديده. فنفسي المعهد يطلع ناس كويسه بعدينا احنا، يبقى لسه في مصريين في الفرقه بدل ما الاجانب ياخدوا الفرقه كلها والمصريين تقعد في البيت. ودي حاجه فعلا سيئه جدا وحشه جدا، ونفسي طبعا ما نتمنهاش ابدا يعني. ونفسي طبعا الباليه يعني يبقى متشاف على التلفزيون اكتر. على فكره وجود اجانب مهم في حاله واحده، ان لو انت بتجيب لي الاجنبي ده كخبير انا بعلم بيه ولادنا المصريين، اطعم الفرقه بواحد او اتنين ماشي، وفي نفس الوقت لازم يجيبوا لي صف اول وتاني وتالت، لازم اطعم ولادي بيهم ولازم يتمرنوا بيهم، وابقى عارف ان انا جايبهم علشان اعمل احلال وتبديل بعد كده بمصريين. ده في اي مكان في العالم ده بيحصل. الاجانب المفروض الاجانب تبقى في المعهد يعني تدرس، الخبراء يبقى عندنا في المعهد يدرس. كان في زمان، ودلوقتي متهيألي حصل حاجه ان هو ممنوع الخبراء او كده عشان الفلوس، يعني مش عارفه بالظبط، فالخبراء اتسحبوا تماما من المعهد، بقى ما فيش خبره، بس الاجانب بتجي لنا في الفرقه بقى تاخد هي الادوار وتشتغل تشتغل على طول. البنات الاجانب في الفرقه اكتر من المصريين. طيب انت بتحلم بايه؟ هل في رقصه معينه؟ هل في دور معين؟ او حلم بعيد عن الباليه؟ لا هو ما فيش حلم بعيد عن الباليه خالص، بالعكس انا حلمي كله كان في الباليه، كان كل حاجه نفسي اعملها جوه الرقص او دور معين كان نفسي اعمله يعني حلمته والحمد لله عملته. انا كل اللي بتمناه ان يبقى في دعايه اكتر للباليه عندنا، يعني هو انتشر بس انا شايف ان هو مش واخد شكل كبير في الدعايه الاعلاميه. انا شايف ان احنا لازم يبقى في رعاه لينا كفرقه باليه اوبرا القاهره. ده مهم جدا طبعا. انا بشكركم
امل بكره ومستقبل وشباب يفرح على المستوى الشخصي انتوا كازواج وزوج وزوجه وعلاقتكم، او على المستوى المهني حاجه مشرفه حاجه تفرحنا، وهم دول الاسر المصريه، وهو ده اللي احنا بنحاول نقوله كل مره في برنامجنا، هي دي الاسر المصريه الحقيقيه اللي بتمثل شريحه كبيره جدا من المجتمع وتدعو للفخر وليهم ادوار ايجابيه في المجتمع. بشكركم مشاهدينا على متابعتكم لينا، والى اللقاء في نفس الميعاد الاسبوع القادم وحلقه جديده من بيت العيله.